بسيط، أولاد وبيت، وألاقي حد كل مشاعره حنينة. كان نفسنا في ولد وبنت ناموا هما في حضننا. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. حالة توائم، عشان هم توائم خايفين، وده حقهم. 36 سنة مستحملين برضو، معلش برضو من الأرياف، وخايفين من الحسد والكلام ده كله. قالوا يا جماعة هتصوروا المواليد والدكتور يتكلم عنه، لكن احنا مش هنظهر في الإعلام خوفا على ولادنا. ربنا يخليهم لهم يا رب، وتروح لهم الأمل. وهندخل مع الدكتور طارق وهنشوف الحالة أثناء الولادة، وبعد الولادة الدكتور طارق هو اللي هيعلق. عندنا بعد شوية تيجي تعملي تاني. التوم 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 يسعد عينيهم، شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. التوم 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 شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. واحد اثنين احلى توأم يا عين، الحمد لله عنا توأم بيملوا علينا الدار، على ضحكاتون بنلتم بيفرحونا كبار صغار. الحمد لله عنا توأم بيملوا علينا الدار، على ضحكاتون بنلتم بيفرحونا كبار صغار. صاحبي غلبوا التوم كتير بس بيضلوا ضيل مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية.
غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى مع مركز الندى. حلمك مش مستحيل. عبد الله سلامتك يا دكتور. الله يسلمك يا فندم. دايما كده في ازدهار وربنا يحسن ما بين ايديك. احنا قلنا الزوجه ديت بس عشان خاطر ان دي من الارياف برضو، معلش خايفه من الحسد، وبعد يعني معلش هي 16 سنه 36 سنه ومتجوزه بقى لها 16 سنه، خايفه برضو يعني وتوأم بقى، وانت عارف وربنا يكرم يا رب. عايزينك تكلمنا بقى باستفاضه عن انجازات الحقن المجاري مع الدكتور طارق، ومع الحاله دي خاصه، ومع الحقن المجاري عامه ان شاء الله. يعني بالنسبه لهذه السيده هي 36 سنه، عملت 3 محاولات حقن مجاري بره مركز الندى، جت عندنا هنا، الشكل العام بتاعها كويس جدا، مخزون البويضات بتاعها كويس قوي، ودي الكلمه اللي دايما بنقولها، انك انت مخزون البويضات بتاع هذه السيده بمحاوله واحده ممكن ربنا يكرمها اكتر من مره. يعني هذه السيده ربنا كرمها وجاب التوام، هذه السيده لها مرتين مجمد عندي، يعني ممكن تيجي بعد سنه او اتنين بعد ما تربي العيلين دول تيجي نحط لها المجمد تحمل كمان مره وكمان مره، يعني تكمل العيله كلها بمحاوله واحده، بمحاوله حقن مجاري واحده. يعني حضرتك انك انت يعني قد ايه ربنا كرمها ايه، بس برضه حاولت حافظت لها على اجنه عشان ممكن يبقى لها نفس تجيب اولاد، صح يا دكتور؟ تكوين الاسره. اه دي عندها 8 اجنه مجمدين موجودين عندنا، وده الفكره، نظام العلاج الخاص اللي احنا حطيناه للناس دي وصلنا ان احنا خرج عندها 17 18 بويضه جيده، زرعنا لها الحمد لله 3، ربنا اكرمنا باثنين بتوأم الحمد لله، لها 8 اجنه مجمدين على محاولتين اخرتين، بحيث ان ربنا يكرمها بعد سنه او اتنين تيجي تفكر تاني. طب لما تيجي بعد سنتين او 8 او 3 سنين سنه 39 سنه، بس انا هزرع لها الاجنه بتاعت واحدة ست سنة 35 سنة، يبقى نسبة الحمل فيها أعلى كتير قوي من ناجع عمل لها مرة جديدة وهي سنة 39 سنة، يكون مخزون بويضات قل والجودة البويضات كمان قلت. فهمتني حضرتك ازاي؟ ودي الميزة احنا من الكلمة انها بوان باكج، انك حضرتك بتخش محاولة واحدة ممكن ربنا يكرمك بأسرة كاملة، ودي فعلا ربنا هيكرمها بأسرة كاملة نتيجة المحاولة الواحدة دي. يعني ربنا كرمها باثنين، ممكن عايز اثنين كمان عندنا الأجنة وحافظنا عليها في ال 35، ما سبناهاش لل 39 سنة. لا واخد منها بويضات والأجنة بتاعت واحدة ست سنة 35 سنة، حتى لو وصل سنة 40 45 سنة الأجنة دي محفوظة 10 سنين كمان، فبالتالي ممكن وقت ما هزرع عملها بس هي بقى سنها تقدم، لكن الأجنة بتاعت واحدة ست سنها 35 سنة، إذا فرصة الحمل عندها أعلى. فهمتني؟ وده الكلام اللي احنا دايما بنقوله، إن هي بمحاولة واحدة ممكن ربنا يكرمك وتمسى توصل للمستوى ده، ده رقم واحد. رقم اثنين، هي عملت 3 محاولات حقن مجاري، هل الثلاث محاولات اللي فات دول ما حصلش في النصيب معايا حضرتك ازاي؟ في اسباب، وبالتالي احنا لما عملنا كميه تحاليل معينه عرفنا نعرف الاسباب دي ايه، وقدر الحمد لله قدرنا نتلافاها، يعني قدرنا نعالجها عشان ربنا يكرمنا للصوره ونقدر نوصل للمستوى ده، تمام؟ الحاجه الثالثه برضو والدرس المستفاد هنا، ان وده العلم الجديد بيتكلم على الكلام ده، ان احنا فرص الحمل التوأمي عندنا فرص عاليه، احنا بنتكلم في حدود 40% من الناس الحوامل عندنا عنده بيشيلوا توائم، هو في العالم كل وقت موضوع التوائم ده مش مستحب قوي، احنا عايزين عيل واحد لكل اسره، بس في مصر عندنا احنا عملنا المحاوله وصرفنا فيها فلوس، فاحنا عايزين اثنين، ربنا يكرمنا. اللهفه يعني، بس بشوف مع حضرتك واقفه كده، يعني احنا لو هنسجل كل ساعه وكل دقيقه اولاد مركز الندى، لكن احنا بنختار الحالات النادره، والله بعيد عنك يا دكتور، ال 36 سنه وطالع، يعني شايفين التوينز بالنسبه لل 36 وال 38 وال 40، النهارده احنا معانا حاله 43 سنه جايه من المنصوره، ربنا كرمها الحمد لله. طيب دكتور بشوف برضو بسمه في حضرتك جميله كده، ووقفه جميله مع المريض اللي بيبقى جاي لحضرتك من بره، بتقعد كده بتتأنف الفكره كلها زي ما اتفقنا قبل كده، هي الطب النهارده، الطب في العموم كله بقى اسمها يعني كل علاج بيفصل المريض على حسب المريض، ما فيش حاجه اسمها اسطمبه، ما فيش حاجه اسمها ايه ادي كميه الدواء ده هيطلع البويضات دي هيعمل كذا، لا ما فيش حاجه اسمها كده، ده كل مريض له ظروفه، لكل مريض له مخزون البويضات بتاعها، له ظروف اللي عند جوزها، نوع الحيوانات المنويه اللي عند جوزها شكله ايه، مخزون بويضاتها قد ايه، الخلايا المناعي او جهاز المناعه بتاعها في جسمها شكله ايه، كل حاجه لها ظروفها، شكل الرحم بتاعها مختلف عن الثانيه، فعشان كده حضرتك قلت مش علاج ام حسن زي ام حسين زي ام خالص القصه مختلفه تماما يا فندم. وهي النهارده ان حضرتك لما بتعرف مفتاح ده بدليل ان كل واحده لها وقت معين لزرع الاجنه بتاعتها، ممكن وقت لو انا زرعت اجنه جيده في يوم مختلف عن اليوم ده ما يحصلش حمل،
واسمي حاط اجنه جيده جوه الرحم، لكن هي الفكره مش كده. الفكره حضرتك ان ده 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 دي انديفيدولايزد، ربنا خلقنا منفردين لكل شخصيه زي البصمات كده، كل واحد له بصمه وراثيه خاصه بيه، وبالتالي كل واحد فينا له منفصل تماما عن الاخر. ما حدش فينا قال ان دي زي دي زي دي، لان الفكره لو احنا كلنا زي بعض يبقى كلنا هناخد نفس النظام، كلنا هناخد نفس العلاج، كلنا هناخد نفس الادويه، كلنا هنخرج على نفس عدد البويضات، كلنا هنخرج، وبالتالي في الاخر طب ايه؟ في نقطة مهمة كده بقى، رغم الكلام ده، رغم التقدم العلمي احنا بنتكلم عليه، ورغم نسب النجاح عندنا معدية نسب عالية جدا الحمد لله، فضل من عند ربنا الحمد لله، ما فيش حاجة اسمها 100%، ال 100% بتاعت رب العباد سبحانه وتعالى. ليه يا فندم؟ حضرتك بتحط الأجنة داخل الرحم اللي بينفخ فيها الروح هو رب العباد. احنا ربنا علمنا ازاي ناخد بويضات، ازاي ناخد حياة منوية، ازاي ناخد طب ماشي يا دكتور. الطب تقدم كتير، يعني النهاردة لما نولد حالة 43 سنة ده احنا كده وصلنا لمرحله الحمد لله بنسبه 70 80% للعمر المتقدم دوت. يعني ديت يعني الست اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي متجوزه من 94 فقدت، يعني اكيد فقدت، لكن لما تيجي عند الدكتور شهر 4 2016 ربنا يكرمها، دي طفره علميه ولا ايه؟ هي الفكره كلها الحمد لله، الحمد لله في تقدم علمي كبير جدا، لازم حضرتك تحافظ انت على التطور ده. الحاجه الثانيه زي ما اتفقنا مع بعض انك انت في القعده الاولانيه مع المريض دي اهم قعده ممكن تقعدها، لان فيها حضرتك بتشوف الدنيا ماشيه ازاي مع المريض ده، ازاي بتقدر تحط البروجرام العلاجي بتاعه، ازاي بتقدر تحدد كل حاجه حسب ما انت شايف بالظبط ايه افضل حاجه لده وايه افضل حاجه لده معايا حضرتك ازاي. وده اللي احنا نقدر نتكلم عليه بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه هنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا عندنا اللي زي دي كتير دلوقتي، ان احنا بنقدر ناخد اجنه ونزرع اجنه ويحصل منها حمل ونجمد اجنه للمستقبل. يا يعني محاوله واحده حضرتك خدتي الفاليو في الماني بتاعتك اللي هي قيمه الحاجات اللي حضرتك بعتيها، يعني اصبح عندك محاولتين وثلاثه بنفس البرايس بتاع المحاوله واحده، ودي حاجه كويسه قوي قوي قوي، بحيث ان يبقى قدامك فرصه واثنين وثلاثه معايا ازاي. في حاجه ثانيه مهمه كمان، في بعض السيدات ممكن تزرع لها اجنه فريش وما يحصلش فيها حمل، تزرع اجنه مجمده ويحصل حمل، لان جسمها ما بيقبلش في الفريش وبيقبل في المجمد. نعم. فدي تستفيد كتير لو دخلت برجام زي لا ما حصلش نصيب مره او يحصل نصيب مره تانية. اذا دايما انت حضرتك بتحط وانت حاط قدام عينيك نقطه مهمه جدا، انك انت تشوف مصلحه المريض ده فين عشان تقدر توصل له الهدف ده، لان هي في الاخر هي عايزه دول. نعم. عايز ربنا يرزقها تكون الاسره اللي حضرتك وعدتنا بيها، هي جايه داخله المركز هنا عايزه تطلع في ايديها حاجه ربنا يكرمها باذن الله. طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وصلنا في الاخر بقى عندنا توام الحمد لله. ربنا يزيدك من العلم. هو ده الطبيب، هو ده الانسان، ونعم الكلمه طبيب اسمع على مسمى دكتور طارق. والله ما لا للدعاية ولا ان انا عشان بسجل معاه، عشان حضرت حالات معاه كتير وشفت حالات الناس اللي بتدعي له، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا دكتور، ودايما في توفيق، وربنا يجعلك في ازدهار على طول، ويجعلها سنه سعيده عليك ان شاء الله. توفيق، انا مش هعطل حضرتك عشان تفضل يا دكتور. تفضل. وفي نهايه اللقاء نشكر باسمكم جميعا استاذنا الاستاذ الدكتور طارق الجندي، استشاري النساء والتوليد والعقم والمواليد اهي، وبتتكلم عن نفسها، والدكتور من استعجاله على الحالات اللي عنده مش اهم حاجه عنده الكاميرا، اهم حاجه عنده انه يتكلم. وشكرا، في حلقه قادمه بمشيئه الله. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية، غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. شركة الشريف
للإنتاج الإعلامي تقدم أفضل الاستديوهات لإنتاج البرامج والإعلانات وحدات تصوير خارجية، متخصصون في إنتاج البرامج التلفزيونية وكافة أعمال الجرافيك والمونتاج. تسويق البرامج والإعلانات على كبرى القنوات الفضائية. للتواصل شركة الشريف للإنتاج الإعلامي. اختيارات بلا حدود.